قضى جميل دينك بعد انه لا يزال كم مر على ذلك من احسان بلغ الامر حدا حارس الاستجابه اعرني نصلك يا صديقي انا طول عمرك فقط دولك. انزف ارايت ذلك يا اكل انا مصيره كان ذلك من دواعي سرورنا. تتجه هذه الشحنة إلى خارج المدينة. هذا رسم توضيحي مفصل لسفينة غريبة الشكل. أرجو أن لا يكون لديك مانع. لا لنركض. لا أريدك هنا. أنت هناك قتيل. أوقف القاتل. لحقك أيها المجنون. تبا ساعدوني. رسالة توجه الشحنات كلها إلى مكان جهة الجنوب على امتداد نهر دجلة. تتجه هذه الشحنة إلى خارج المدينة. ماذا ترى يا صاحبي؟ لنعد النظر في طريقتنا. المارق كيف تجرؤ على الظهور علانية؟ أيها الحراس هنا استدعوا الشرطة.
انصرف. اهلا، ألست الذي على المسرات؟ أرني الطريق أمامك. سامحني يا إنكيدو، قصرت في حذري. لقد رُصد العدو هنا. مهلاً. لكل جواد كمون. ماذا؟ لدينا رفقة على رسلك. ماذا؟
على رسلك. هذا المعسكر أسوأ ما رأيته في سنين حملتك جدي. أنت ذا ذلك مؤلم. سأقرع جرس الإنذار. على يدي. هلا ساعدتني. سمعت كل هذا. يكفي دون تعجل الآن. قمت أيها Ugh!
الحراس واعثروا على المسؤول عن ذلك. لن يهرب من يجرؤ على تهديدي. أنا لم أنجو من 100 معركة في المحيط لأتلقى الإهانة. أريد العثور على الكلاب. رسالة من المردخوار حول الشحنات المفقودة الخاصة بمرتزقة الترك. كان القائد البحري يسرق. سقط واحد. حان وقت الرخ. أفضل التوالي عن الأنظار. تبدو كخرابيش رسومات الأطفال، لكن الشرطة ستغضب على إفسادها أشد الغضب. تحياتي. مرحبا بك هنا. ما المتاح اليوم؟ هاك المتاح. يعتني المحارب الحكيم بعتاده. عول عليها دائما. جيد. وحده الأحمر. لا شيء آخر؟ يجب أن أذهب. وداعاً. السلام عليك يا سيدي. لنرى البضع. ألقي نظرة. لن تود أن تنفد منك. يعتني المحارب الحكيم بعتاده. أهذا كل شيء؟ سأغادر. رحلة آمنة. الأفضل أن أبقى مستترا. هل قرأت أحدث تعديلات ابن علي؟ كثيرا في الواقع بخصوص التجربة. سآتي لمساعدتك. المنطقة بأكملها في تأهب شديد. يترقبون مجيئي. اذهب إلى مكان آخر. لم يكن مجانا، هاجم المتمردين، بل كان انا مسؤولا بالتحقيق.
مهلا لحظة، سوف أطعمك طحالك. سأمزق أحشاءك. على سوف تعود. لن يضرني أبدا إن الله يرضى. ما خطب قائد الجند؟ يصرخ طالبا تعزيزات لا نملكها. أثار قلقه شيء حدث في الشرقية، أعني أكثر من اللازم. لننظر على نطاق أوسع. سامحني يا إنكيدو،
لقد وضعتك في طريق الأذى. ماذا يجري؟ مهلا، ما كان ذلك؟ مهلا. لم يكن شيئا. لابد أنه يفتح باباً. سأهرسك أيها العنكبوت. لا أظنك. على رسلك. قف مكانك رويدك.
أخرج. كان ذلك من دواعي سرورنا. عندما أقبض على الحقيقة سأريق دمه. سمعت أنك جبان ينسب إلى نفسك. هناك رسالة تساور المدخوار أسئلة حول ماضي سعيدك. هذا ينهم عن ذكاء. تلقى أمراً بحضور اجتماعي في الحامية الرئيسية. سقط الاثنان، علي العودة إلى فولاذ. انتظر يا علي، دعنا نسمع باسم أولا. هل وفقت في مهماتك؟ مات قائد الجند جسور والقائد البحري نادر. هل عثرت على أي شيء يشير إلى المردخوار؟ ليس تماما. تلقى قائد الجند جسور أوامر بلقاء المردخوار في الحامية الرئيسية. يبدو أن ماضيه قد لحق به. استجوب القائد البحري نادر عن شحنات الإمدادات المفقودة المخصصة لجيش الترك. لم يكن المردخوار مسروراً. إذن المردخوار موجود في الحامية الرئيسية، يشرف على إمدادات مرتزقة الترك. لا يوجد سوى شرطي واحد رتبته تلائم هذا، أمير الحرب وصيف التركي. وصيف؟ هذا منطقي. لا يمكن إلا لقلة سواه اختطاف بيشي. هل اختطفوا بيشي؟ لم يعد مطلقاً. عاد وصيف للتو من رحلة للخليفة وهو في الحامية. لو كان يحتجز بيشي فسيكون هناك. سأذهب إلى هناك إذن. يسيطر وصيف على نصف بغداد. إذا واجهناه وفشلنا قد يشعل ذلك حرباً تصل إلى ألموت نفسها. إنك في حاجة إلى باسم. حسناً، سألتقي باسم قرب الحامية قبل أن أتحرك. لا تتأخر، اكتفيت من الانتظار. ادخل إلى الحامية واقتل الوصيف. يجب أن لا يهرب، ويجب أن يبدو الأمر كما لو أن عليا الفاعل. تعتمد سلامة ألموت على ذلك. سأفعل ذلك. علي، هل أنت مستعد؟ من أنت لتملي علي ما أفعل وما لا أفعل؟ هناك خطر على ما هو أهم من كبريائك يا وصيف. إننا نسلك مسلكاً صعباً. كفى، انتبه لما تقوله عندما نلتقي مجدداً أيها الوالي. لن أتقبل هذه الإهانة مرتين. ذلك وصيف ووالي بغداد محمد بن عبد الله بن طاهر أعطى أمراً لوصيف ولم يرق ذلك أمير الحرب. ليس لوالي بغداد أي سلطة على أمير الحرب، إلا إذا أيمكن أن يكون أيضاً تابعاً للتنظيم؟ محمد؟ لا أصدق هذا. ليس والياً فحسب، بل شاعر وعالم. الرجل فريد. كنت آمل بجعله حليفاً. حسناً، آمل أن تكون محقاً. يكفي التعامل مع وصيف.
علي العثور على طريقة لدخول الحامية فحسب. أحد الخدم بالداخل موال لي، ستجده قرب المطبخ، سيساعدك حينما يرى الوشاح الأحمر. وماذا ستفعل؟ سأجد بيشي وسأحرر المتمردين المحجوزين في السجن، وسأترك وصيفاً لك. أمير الحرب، تختبئ وراء عباءة الخليفة حتى تتمكن من الخطف والقتل كما تشاء. أنت وباء على الأرض، أرضنا احمرت وارتوت تربتها بدماء من ذبحتهم، كل ذلك لأنهم طالبوا بحريتهم أو لأنك خشيت أن يفعلوا. تخال نفسك محصناً وأنت محاط بجنودك، لكننا سنقتحم الحامية ونحرر بيشي ونحرص على إنهاء حكمك المروع. يبدو تسلق هذه الجدران ممكناً، علي اكتشاف طريقة أخرى للدخول. لا يستطيع. انصرف بعيداً. سيخدمونك باحترام. لدينا أغراض كثيرة. لا شيء هنا من أجلك. تحتاجون إلى أيديكم لحملها. ارحل الآن. أنت موضع تخييم المدينة. جدران الحامية تلك عظيمة الفائدة. إذا أردت المساعدة في التعامل مع الإغريقيين، فخذ معك ذلك الغلام الصبي أسامر. إنه ذكي جداً، ساعدني بشأن رحلة بطليموس التي أزقتني الأمرين. ما خطبك؟ انتشرت الشائعات حول تلك النظرية الفلكية الجديدة التي ألقاها علينا ذلك الغلام الفوري. لست خبيراً. أرأيت الثقوب في جدران الحامية؟ ما الجدوى من وجود الجدران إذا وجدت بها ثقوب؟ أتقصد البنيان؟ هناك حرس في كل مكان، لا أحد يدخل أو يخرج دون أن يقبض عليه. ربما يوجد مدخل على امتداد الجدار الشمالي، يجب أن ألقي نظرة. إياك، كف عن ذنب. مهلا. ثمة شخص سوف يعاقب لقاء هذا. حسنا، لنعود إلى الملل. مهلا. تمهل. القوة يا رب. كيف لنا أن نبعد الفئران عن المطبخ وهناك فتحتان كبيرتان؟ تكون هذه طريقة للدخول. يوجد خادم هنا موال لعلي.
سيكون في مكان قريب من المطبخ. ها هنا. أنت تابع علي؟ رأيت وشاحك الأحمر. وصيف في الحمية الداخلية لنسرع. أستطيع إدخالك من مدخل جانبي، لا يجب أن يرانا أحد. اتبعني من مسافة كبيرة وابق بعيدا. فهمت. أخبرني عندما تجهز. حسنا، لنذهب. سأسير في العراء تجنبا للريبة. اتبعني ولكن ابقى مستترا. حاول البقاء في الخفاء. لقد ترك المفتاح في تلك الغرفة الفوضوية. حيثما يكون هناك مفتاح يوجد قفل أو بوابة. سمعت أن السجن مسكون. شيء مريب يحدث في الأسفل. سمعت الشيء نفسه عند باب الشمال. من الأفضل ألا تعرف. هناك فتح ما؟ أتمنى أن تكون هناك بعض الإطارة. مهلا، عليك اللعنة. كان قدر. ما الذي مهلا؟ من صورك الفرع وبعد وأوصالك بالفرع. هل هناك خطب ما؟ آمل أن يصلح الجدران. أتمنى، لأن جولة العسل ستكون. ابقى قريباً من الجدران. ماذا؟ رصدنا وجود متاعب يا رجال. على رجلك. ماذا؟ عاد أمير الحرب وصيف. إذن لا نرى من أعمال العسل وصولاً إلى البنيان. إن ضبط من يستطر الطريق.
ماذا؟ مهلا. لكل جواد كبوة. ماذا؟ ماذا ذهاك؟ سأمزق أحشائك. انقسموا، فتشوا كل شيء. حسنا. مهلا. لقد رأيتك. ماذا؟ إليك أيها الكلب. سأطلب المساعدة. أسرع. هل هناك خطب الماء؟ لسنا وحدنا. تأهب. انتظر. يبدو كل شيء هاد. الأمور جيدة. Thank you.
مثل هنا صحيح، لكن ساعد انتبه اللحظة. سوف يذعر المتمردون عندما يرون ما خططه لهم الحرب. إنها الثكنات، غرفة وصيف أبعد بالداخل على الأرجح. مفتاح لابد أن يوصلني إلى الحامية الداخلية. رويدك، سأسبقك حين أجدك. مهلا، لن يطول الأمر. عندما أعثر عليك سوف أشعر.
سأقضي عليه. أخيراً سيقودك هذا الباب إلى وصيف. يجب أن أعود الآن. استقيموا، أمير الحرب على وشك الوصول ولن يتساهل مع أي إخلال بالنظام. هذا أفضل، الثقل جيد والتوازن أيضا، لكن المقبض صغير بعض الشيء. لنرى إذا كان النصل أفضل. من حمل علينا السلاح فليس منا. لقد اخترت الجانب الخطأ يا صديقي. الحكم لله ليس لك. ما زال لزقاً. هذا السيف يجعل أخاديد الدم أعمق. حان وقت طرح الوغد أرضاً. علينا تحرير الآخرين. يمكنك قيادة رجالك إلى الخارج بعد ذلك. سأتولى أمر وصيف. إلى الخارج؟ لا تكن أحمق، إنها البداية المثالية. سندمر هذا المكان. مفتاح زنزانتنا مع آمر السجن. احذر، إنه أخطر مما يبدو عليه.
لنلقي. ماذا؟ لا ماذا دخل؟ اخرج يا جبان، لم انتهي من مهلا. من الذي حالت نهايته؟ زنازين، حان وقت تحرير الآخرين. تأهبوا، يقال أن هناك أصوات غريبة. ومتى لم تكن هناك أصوات غريبة؟ أنا أراك. انتظر. ذلك مؤلم. أنت كاذب هنا يا أعقى. على يدي. سوف تقاسي. ماذا حدث هنا؟ من أين أتى؟ انتهى له أيها الحقير. شكرا لك، سيقودنا علي لأخذ ثأرنا من أجل الفيش. رجالك أحرى، والآن يجب أن أجد وصيف. توجد نار إشارة أعلى هذا المكان، عند اشتعالها ستطلق إنذاراً في الحامية وسيأتي الحراس. وأنا سأعثر على طريقة لدخول غرفته وهو بمفرده. حسناً، سأشعل النار. لا تنسى اتفاقنا. لم أنسى.
العمل؟ لقد حوصرنا. صمتا، توجه بهذا الى الاسفل. الرفق علي ومتمردوه هاجموا الحامية. اطلب تعزيزات. اختم الخطاب. عندما يقتحمون الباب اعثر على مخرج وسلم الخطاب الى الخليفة. نعم امرك يا سيدي. رصين وصام حتى وهو محتسب المردخ. ريشة، ألا يدعو ذلك للسخرية؟ هل انتزعت من صقر سقط من السماء؟ إنها رمز للحرية، كلمة لم تعرف عنها إلا النزر القليل، ولن تعرف بعد الآن. إذن هذه هي الحرية. مع ذلك لا أرى أي مخرج. سيكون علينا القتال حتى نخرج. ثورتنا تبدأ الآن. تعالوا معي. قد لا يكون هذا جيدا. ماذا؟ إليك أيها الكلب. ماذا يحدث؟ لم يقاتلون؟ مات أمير حربهم سلفا. إن الله معنا. لحظة. جرب خدعة الربيع. انتهى الأمر، لنخرج من هنا. اتبعوني ولنبقى قريبين. أهذا ما تعنيه بالحرية؟ أن نخرج بالعراك من الحامية؟ لما؟ أتفتقر إلى الجرأة لا، بل أفضل اغتيالا حقيقيا فحسب. أمر أنك دربت رجالك أفضل مما درب أمير الحرب رجالك. أنا ترى بنفسك أوشك القتال بالفعل. نجحنا. كان ذلك وشيكا. ليس وشيكا بل محتوما. المزيد من الحراس. على يدي. ماذا حدث هنا؟ أنا مصير. هذا آخرهم. لنخرج من حيث أتينا. لا يا صديقي، سنغادر من البوابة الأمامية. Thank you.
تام عند سير الباب عاريا. كل ما احتاج اليه. هذا يوم جيد، سأقابلكم في المقر. ها قد بدأ قتالنا، إما الحرية وإما الموت. الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. علي العودة إلى فولاذ في المقر. هلا منحتموني قليلا من وقتكم. تشابه معرفي. أفضل التواري عن الأنظار. ما مشكلته؟ انتبه، كنت ستؤذيني أيها السيد. علي أن تلقيك درسا. أنت؟ ما هذا إذن؟ ذكرنا القط فأتى يقفز، وها هو ذا. اذهب بحذر وعد بحذر حتى لا يخدشك القط. لقد وفيت بوعدك. وصيف ميت الآن، واقترن اسمي بالأمر عند كل من يسمع به. أشعر بالندم لأننا لم ننقذ بيشي، كان رجلا شجاعا. إنهم يروون قصته الآن في كل أنحاء بغداد، سيحرر في موته أكثر مما حرر في حياته. للحرية ثمن، السؤال الوحيد هو ما إذا كنا سندفعه، وقد نال بيشي شرف دفعه. ينتظرني إنجاز الكثير، تمنيت أن يحل السلام عليكما، لكننا نعلم أنه ليس مقدراً لكما ولا لي. أخشى أن علياً محق، لا شيء سيوقف تمرده الآن. ربما لا يجب أن يوقفه شيء. ما يقوله؟ رأينا وصيف يجادل الوالي محمداً بن طاهر في الحامية. محمد؟ ذلك غريب، سأبقي نظري عليه. أراك لاحقاً.